السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صباحكم الصباح اللندي. والله يا أبوكم تدرون متى واعي؟ من الساعة 5، وحين الساعة تقريبا وصلت 8، وأنا اللي متيلق أقرأ المسجات وعندك ودونك. شبعت رقاد، كم راقد؟ رقدت 6 ساعات، 6 ساعات متواصلة، الحمد لله. شبعت رقاد، راقد من وقت، والجو جميل وكل شيء زين. حين عبي يبتدي يومنا، بننزل الساعة 9 تقريبا أو 9:30، بنصير بنتريق في أكسفورد، شيء نضيع من هناك عليه مشايفنا، وبنصير جولتنا اللي خبرتكم عنها في سيلفريدج، اللي هو التور بيسوون الإدارة سيلفريدج بتسوي تور على اقسام سيلفريدج اللي ما حد يعرفها، ولا تشد ظهرت في التواصل الاجتماعي. هاي هي السالفه كيف البحر. الحين بخبركم عن موضوعين. الموضوع الاول بما معناه انك انت كيف تصير تاكل مطعم يهود، وكلت مطعم يهود. انا اللي كلت في مطعم اليهود، ما بنتو كلولي كبدي، ودرت مطاعم المسلمين وصرت مطاعم اليهود. زين، هل اليهود أهل كتاب وأكلهم طيب وفنان؟ وهذا أولا. ثانيا، أنا ما بدخل من هالموضوع. أبوي أنا أكل حتى في مطاعم الكلاب، أكل في مطاعم القطاو، أكل وين أبا، شي خصكم فيه؟ وايدين عيال أبو ياسين هناك يأكلون، أنا ما صورتهم وهم ما بغوا يصورون لأن ما عندهم جرأة. أنا عندي جرأة أكل وين أصور كل شيء، أبا كل شيء يوزلي بصوره، ولا أبالي ولا احاتي ولا اسوي لا عيب ولا منكر ولا منكر ولا منقود. شو المليار اللي انا مسوي الحين؟ انا ما سويت يوم. هي والله عن ابوكم كلت مطعم يهودي، شي خصكم فيه؟ كلت وعيبني ويازلي. والله يا ابوكم يا اكله ينه يبري العليل اللي على ينبه. اكل اليهود من اروع الاكل، كلها نعمت الله. اليهود هم خالجين هالاكل، صانعين له صنعة الله سبحانه وتعالى، هم يو يطبخوه يازلي اكلهم، واخير في فلاحل في الدنيا اكلهم. بس شيء واحد اللي ما يازلي، اللي هو الكبود، الكبد اللي عندهم، التشيكن ليفر يسمونها، كبده الدياي، ما يازت لي فقط. والباقي كله فنان، كل فنان زيادة على اللزوم. لا تقولوا ما قلت لكم ما يازت لي هالكبدة الدياي، لأنها فيها شيء شرات. شفتوا الأكل الصيني اللي فيه شيء يحرق الخشم، هنمون شرات الغاز يظهر، يسمونه خردل، أظني الخردل. فريحة قوية، هذا هو اللي ما يازلي. فأبغي ولا كل شيء زين، لازم لمعايا ليش ما تاكل مكان مطعم ما ادري منو، ومطعم ما ادري منو اخير، والجاليه العربيه هناك، والجاليه اكل ابوي عند العرب، عند الهنود والسنود والبانيان واللوفر، في كل مكان اكل اقرض حتى الحصى. ليه يا زله مرحبا، وليه يا زله يا على الله يحفظه وين ما جبل الويه. هي نعم، هذا موضوع. وثانيا، يوم ياس اصور ويا ابراهيم في يسمونها كرنبي ستريت، قلت أمة لا إله إلا الله. هي نعم، قلت أمة لا إله إلا الله ولا تعذر، لأن اللي صورتهم هاي كلهم أبوي عرب، ها كلهم مسلمين. وانت ايش دراك منهم هاي ما مسلمين؟ لأنهم شقرة. الحين الحمد لله المياه واردت، نعم المياه واردت، كلها الحين الناس سوت شقر، شقر وحمر صوت أيام الكلحة والملحة والغبرة، خازت الحمد لله. إن شاء الله بدون رجع، لا هلا ولا مرحبا بالكلحة والملحة. لا والله الناس الحين غدت أبوي شقر وحمر، وغدا أبوي لقون الحين. هذا أولا. ثانيا، أبوي لندن اسمها مدينة العرب، بريطانيا مدينة العرب، البلاد هاللي تشوفونهم العالم الأمم هاي كلهم عرب وكلهم مسلمين الأغلبية. أنت أصلا تدور الإنجليزي بتفهق ما تلقطه، ما شيء إنجليز. نحن نسيت شرق وغرب، الحين ما نشوف إنجليز في البلاد، البلاد كلها بوي عرب. هال الشقق وهالبنيان اللي تشوفونه كلهم عرب، تدور الإنجليزي بصلاة على النبي ما تلقطه. عجيب سالفة، كيف تقول عنهم أمة لا إله؟ هي أمة الكلاب
انك لا اله الا الله مساكين، ايش دراكم بهم كم مسلمين ولا بانيان ولا يهود، الناس كلها خير وبركه الحمد لله. عنصريه ما ادري كيف يعني اذا تشوفون انتم الانستغرام مالي لبق ضو البارحه شي والله نعيست وانا امسح، حاط ريال مخصوص طوله طول عرض عرض يمسح الكلام الخايس، والله يا ابوك يكتبون كلام تتلثم عني البنادم، لكن شو اسوي؟ من قلت لا حيله، شو بسوي؟ ما اظهر رمستي، انا متعني اللي حق ارمس، ظاهر من دار الاندير حق اسولف وياكم. يلا عيزوني عيزه هاي المينه، تلقطه بحياته ما صار تاروت، ما صار الضبعي ما وصل، هالانسان اللي ينتقد هالكثر، ما وصل حتى سيف شعيب. هذا الانسان اللي هالنمونه ما براعي لا سير ولا يجي، بس متعقد من عند ريال اسمه ابوي تصير تعالقه عن شو اسمه توحد، هذا هاي يسمونه عقد التوحد، الانسان اللي ما تصلح له الصوالح هذا ابوي ما بصاحي، ارويكم كل شيء زين وبعد ليش تاكل مطعم يهود؟ بسوي اللي يوزلي واللي ما يوزلي كله عقله في راسي، اعرف خلاص عندي مخ وعندي عقل ورجال الحين بس 60 سنه ما تريح حد ابوي يوجهني سر هذا المكان ولا السير وهذا عدل وهذا مايل، ما عليه ما عليه لو اني انا شاكر واحد بلمية ان المطعم هذا مبزين ولا هذا زين ولا انا ايش علي انا ابوي بسوي اللي اباه ولا يخصني لا في زيد ولا في عبيد. وكثر ما قريت هاي بعد لكن ما اروح افوت شيء ما اقراها اللي يطرش على الانستغرام هاي بعد مشكله، يقول انت ما تقبل النقد البناء، هذا ابوي ما بنقد بناء، هاي يسمونه نقد هدام، النقد البناء غير الشيء الايجابي اللي ينفع الله وخلقه، النقد البناء هذا يسمونه نقد هدام من ناس هدامين هدم الله روسهم. بحبك يا خالد الخالدين يا خالد الخالدي وبديك مع وضحة بحبك بتجينا مع وضحة؟ وضحة مع لندن أخذته ولا لندن؟ لندن لندن إيه وبعدين؟ ولا قبلين وش تبغين من خالد؟ أبغى معجبة فيه خالد الخالدين بديك مع وضحة بلندن ومعجب فينك ومع أحبابك وأحبكم كثير بحبك خالد أخي أجو أدوح اخي زبو سهر ولا هذا وينو ولا وكل سكر كذا والد ولا هذا واحداني منت واحداني هو واحداني باباي وبحي والد كذا والد من دبة بزين حما بزين بقل وهذا كلام باباي طيب هذا كلام رقم واحد اليوم الكشخة شوي بعد بيصيركم خف شوي البطن وحين يا وقت الله يحفظكم هالفنان المميز أيون 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 يا سلام سلم يا سلام ما يعيبني الهي ما احب الكرويد ريحه عاد لازم تفوتخ طول الليل والنهار شي يستوي ايوه اي يا سلام يا سلام بلاك تهندق انت حين اي بلاك تهندق انا ما تهندق شو عيال لانك انت بعد تصير تنسى اغراضك وتمتحن ونسيت برد فوق وبعيد وبعيد جود مورنينج تو يو بليز يس بليز ثانك يو ها ابراهيم؟ ها ابو وانت متعايز تجيب لي شيء ولا شيء قاعد؟ لا مش انت اصغر عندي سنا لا لا مش بيني وبينك 20 سنه نخدمك بعيوننا يا ابو يا رك الله يا رك الله يا رك الله اخو عزيز وغالي جزاك الله خير على قلب خليل تسلم يا ابو خليل جود مورنينج جود مورنينج جينا وتريقنا في اللوجة انا وابراهيم انتم في الدور اي دور الثامن ابراهيم؟ في دور ابراهيم دور الثامن شيء لونش فلي الاكزكتيف رومز اظني او اللي دافعين ما المهم هم اللي عازميننا قالوا لنا اسمكم موجود الاكزكتيف رومز المطعم وينا ولا يمنا والحين نازلين موعدنا موعدنا الساعه 10 في سلفرج باجي خمس دقائق وان شاء الله نبي واحد ان شاء الله
انا قلت ما بلقى بحد في سلفرج من صباح الله خير والله خلق الله في داخلك من جدا اللي جدام ما روم اصوح مخف بينقموني ها والله خلق الله في وقعت ما بلقى طواد في صباح الله خير ما شاء الله عليهم انا بقول بايتين في اظني كان ورقود اكو هاي نها شو وي 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 هاي حاطين بعد ما كان يدور ما تشوفني هاي خوز اسكيز مي اسكيز مي Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Amazing. Amazing. Always with Tami. With Tami. I take a lot of videos from far away for you. And I done some Zoom. Amazing. It was good. Amazing. Just thank I came you. To make another video now because the people they don't know I know you. I love Tami. Tami is beautiful. It's amazing. I smell beautiful. I look beautiful. Sometimes. ترى اليوم الله يسلمك بيبند ها السلفريج الساعة 5 العصر حسبتي أظن الناس جايين من وقت 5 العصر بيبند يوميا نص الليل يبند يعني الساعة 9 8 ونص اليوم لا اليوم الساعة 5 العصر بيبند واليوم ترى برد الحاضر يعلم الغايب خاري برد درجة الحرارة برد هذا أملات قربلات متيلط بكبرة ماشي عليه ثياب قرب الله كيف يمشي خاري زين اقول لكم اليوم درجه الحراره 3 توصل و6 و3 و2 لين اخر ليل ما يدرفها كم بتوصل عاده طبيعي ودونا قسم اللي هو الاداره موجوده فيه وحاطين في كل مكان مضارب كنت يا عطر ثمين في كل مكان مسوين مزينين المكان كله فيه ها انا ما تشوفين we won't go by the little names of John, anyway this is Mr. John Sheehan جون شيهان هيز هذا هو المدير العام في سيلفريج وهو يو تيك اس تور اي ويل انديد ات ويل بي ماي بليجر تو شو يو اراوند سيلفريجز ذس مورنينج اون ذس وندرفل داي كريسماس ايف وين ذا ستور از سو بيزي اند سو اكسايتنج سو اتس وندرفل ان شاء الله ثانك يو فيري ماتش ماي براذر ثانك يو وير ار وي ناو سو ات ذا مومنت At the moment, we're in the what we call the VIP suites. Uh-huh. This is where people can come and just relax because we do know that, well, shopping is very important, but it can be tiring. And sometimes you want to go out on the shop floor and you want to do a bit of shopping and sometimes you want to come back and relax, have a cup of coffee and just think and sit in a room. And then straight onto the shop floor again, as we are going to do right now. But first, before we venture out into the wonderful world of Christmas and everything else that's going on at the moment, I'm going to take you to our little museum, just so you get to hear the little story about how Selfridges actually started. We'll go now. Thank you. يا خدنا مستر جون إلى متحف سيلفريج. شو كان وشو أصبح وشو أصله؟ وشو كان المبنى من أوليه لين ساعتنا منو كان يملك كل المعلومات اللي تتعلق في متجر سيلفريج بيخبرنا عنها مستر جون Thank you very much So if I took you back to London in the 1800s London was suddenly the biggest city in the world 1800 London had 1 million people and that believe it or not was the biggest city in the world But just about 70 years later, London had grown even further to about, well, about 6 or 7 million people. So all of these people were arriving into London, and there was a lot of money also coming into London. But if I took you around London in the 1840s, well, I might take you to a little shop. All the shops were small shops back then. And if I was going to buy you the most expensive drink in the world, in the 1840s, the most expensive drink in the world, and you might be wondering, what was that? Well, I can tell you, because it's what we think of when we think of English people. The most expensive drink in the world in the 1800s was tea. Everybody wanted tea. If you wanted to show how luxurious you were, you invited your friends around and you had a cup of tea. But
Luxury shops as we know them today just didn't exist. But if I took you down to a place called Knightsbridge, well, suddenly a one-room shop began to grow and grow and grow. And why? Well, because in Knightsbridge there was a thing called the Great Exhibition. And suddenly this became the place to live. And a new kind of way of living came about. It meant that you had taste. Where you lived and where you shopped mattered a lot. So people began to move into Knightsbridge. It was a very royal area. And over the years, one little room shop down in Knightsbridge began to grow and grow. And you probably do know it. It's a green shop. That's what you might find if you went down there today. Any of the shops that you might know today, it wasn't just that there were one or two. You probably know Harrods. But in addition, there were places called Whiteley's, there was Barker's, Fortnum & Mason, Liberty's, many, many shops. So why would you need another shop around about 1909? Well, to answer that, I'm going to take you over here. And I'm going to introduce you to this wonderful man here. His name is Harry Gordon Selfridge. Harry? Harry Gordon Selfridge. Uh-huh. I can actually make it easier because his name is actually written underneath. Uh-huh. Harry Gordon Selfridge. Yes. And Harry Gordon Selfridge was from the United States of America. And what Harry could see was that, well, I guess because Britain and England was full of a sense of history, they had a very particular way of doing things. And if you wanted to go to one of these stores, it's not like today. You couldn't just turn up. You couldn't just walk in the door. Believe it or not, you needed to have a card to get into a store. Otherwise, someone who looked like me standing at the door would tell you, no, you can't come in. Not allowed. That was the way that stores were in London until this man arrived in London and he wanted to change the whole thing. The other thing, if you did actually manage to get, it wasn't like you could just walk in as we do today and say, oh, that's really nice, or that's really nice. No, you would walk in and you would sit down and then somebody would show you, maybe say you wanted gloves, and they would put three pairs of gloves on the table and you were supposed to choose from one of the three pairs of gloves. There was no such thing as browsing. And Harry Gordon Selfridge was amazed that this was how things were done in London. So he arrived, and amazingly, when he arrived in London, he was aged 52. So he was quite an old man when he arrived into London. And he had such great ambitions. He was a man who was born in poverty. He had no money as a child. But he had worked in shops and he'd made a lot of money. And he'd actually retired in his 40s. But when he came to London, suddenly he had all these wonderful ideas. And suddenly he was going to change how shopping was done. He was going to change how shopping was done in London forever. Harry Gordon Selfridge was a man who loved a good saying. One of those sayings was, there's no fun like work. And I'm sure every one of us wake up every morning and say to ourselves, there's no fun like work. Well, probably not. But the one thing we do know is the customer is always right. And that was an expression that Harry Gordon Selfridge came up with. Selfridge was a man who, when he lived in London, he thought it was very important the way he dressed and the way he looked. And we can actually see, in this picture here, we can actually see him as people saw him at the time he lived in London. And when how, was this picture? So this was back in 1909. This was around the opening of the store. And you can see he even has a little flower in his buttonhole and very dapper. And that's how he was known. This is actually from Vanity Fair magazine that's still known today. That is from Vanity Fair. And you can see him standing in front of his store, the original store, which was about a quarter of the size it is today. Quarter. And what was the name of that store at that time? So the store was called Selfridges. Still the same name, still called Selfridges. Since 1909, the same name. But if you were to ask me, what is it that makes Selfridges very, very unique? It is about the experience that you get when you come in here. And if you remember what I said about stores before Selfridges, that there was no experience. You walked in and, well, if you were lucky enough to get in, there was no such thing as browsing, there was no such thing as looking around. But he was quite revolutionary. He believed
a store should be a social center. And what he meant by that is you should walk into a store and have an amazing experience. And that is what we still believe today. So, in keeping with the actual history of Selfridges, which was all about having an amazing experience, we keep this going today. And whenever you come to Selfridges, there's always something going on. And this is just an example, a small example of... Like what? Well, these are some of the things we did in the past. If I bring you over here, this was a city made of biscuits. And one of the most difficult things was stopping the children eating city. But also, well, this was back in... This was 2009. This is when I started working in Selfridges myself. Yes. And this was celebrating 100 years of Selfridges. And even just last year, 2 years ago, the anniversary of the death of William Shakespeare, mm-hmm. the very famous playwright, and we put on plays downstairs and we rehearsed them and you could go and see them. So it's always like that. Today, we have a skateboard park. So you won't see me down there because if I go down there, you won't see me downstairs on the skateboarding park. But if you are coming to London and you feel like a challenge and you can skateboard, please do try it. It's in menswear on the first floor. This little bottle here is actually very important because it's a reusable bottle. And we're very conscious of the fact that plastic across the world today is very damaging. Yes. So our owners, our current owners, the Weston family, they made the decision a couple of years ago to get rid of all single-use plastic bottles in the store. So we don't sell them. So if you want water, we provide fountains and reusable containers, so no plastic. This is very good things. It is a fantastic thing, because it's a brave decision to make. It wasn't easy to do, but it's I think it's more costly. It's very much more costly. In fact, though, for people, it's cheaper, because you don't need to be wasting money buying bottles, plastic bottles all the time. Yes, yes. تقريب ما يقولك من الغرائب, عبت خاطري أخبركم قبل ما خلص, من الغرائب اللي سووها عندهم في سيلفريدج ان سووا مدينة كاملة من بسكوت, من كل من بسكوت سووا المدينة كاملة عندهم في سيلفريدج. يا غير يقول كل هذا كان وايد متعب, لكن كنا متروعين من اليهال انهم يمغطون يدهم ياكلون من البسكوت او يخربون الشغل المتعب هذا تعبنا عليه مدة طويلة, يخربون الصغارية فما يقدرون يسوون عليهم كنترول. فيقول ها من الاشياء الغريبة اللي كانت عندهم, يعني واحدة من الغرائب. يعني for many people Selfridges is in a sense it's like it's their store, and I often when I do tours I have people say to me, oh, my parents met here or somebody used to shop here or something like that. And one day a customer came in and they gave me something that they had at home and they thought I should have it or that Selfridges should have it, and it's this book here. That's very special. It's a cookery book, but right in front, if you can see, there's a piece of paper, and that is the original receipt to buy the book, and the date on the receipt is the 29th of August from 1931. But I got very excited because I thought I was going to bring out this book and have cookery from 1931. But if you've ever heard that British people, or rather British cooking, wasn't the best. So when I read the book, well, unfortunately, the recipes are not that great. So we won't be reproducing the book, unfortunately. But it is beautiful to have it, and it's such an important piece of our history. الغريب في الذكر من الأشياء اللي طراهم أن الشاي كان أغلى شراب عندهم في هاك الوقت. أغلى شيء في الدنيا عندهم الشاي, فلذاك الانجليش تي عندهم مميز. في بريطانيا ما تزرع الشاي, لكن ينياب لها ماخذ عقود طويلة الأمد من عشرات السنين أو من أميات السنين أن الشاي الزين الجودة العالية يوجد فقط في لندن, من بلاد يظهر وينزرع في بلاده يغب هالبلاد ما يطعمونه لأنه في عقود بس يتودى لندن ويعاد تغليفه وتصنيعه وتصديره من أكمل أميات السنين من أميات. فلذلك عندهم الشاي اللي عندهم أحسن أنواع شاي في العالم تلقطها عندهم, بالرغم أن بلدهم بلد ما تزرع الشاي لكن تستورد الشاي من أحسن المصادر.
هذاك الوقت كان أغلى شراب عندهم يوجد في بريطانيا قبل مئات السنين اللي هو الشاي. الشاي كان شيء شراب لا يقدم إلا للطبقة اللي عندها موقع حساس أو الطبقة العلي من صفوة القوم بما معناه. 1800 كانت أكبر عواصم العالم، المدن العالمية كانت لندن، لا مصر ولا اسطنبول ولا نيويورك، أكبر عواصم العالم كانت لندن، كان عدد سكانها مليون. سنة 1850 بعد مرور 50 سنة وصل عدد سكان لندن إلى 6 مليون. هذا الرقم كان وايد كبير، من وتوسعت البلاد وكبرت في 50 سنة، عدد سكان مهول 50 مليون في جزيرة صغيرة. لندن بلاد الكبير. الباب اللي نحن دخلنا، شوف الله عليكم العبارات المكتوبة عليه، هذا هو سلفريدج، هذا اسمه هاري جولدن سلفريدج. يقول هاري بما معناه أن يعني اللي بيجي هالمكان لازم يحس كأنه جالس يسمع أغنية، أغنية من وكلمات تقصيد جميل، وما يحس بأي ملل اللي يدخل سلفريدج. وهو ما كذب، هذا سلفريدج، هذا سلفريدج، وهذا أنا حافظ عليه، وهذا إبراهيم وخليل. السلام عليكم، مبسوط؟ We continue? Yes. Thank you very much. I like the way when you talk. Thank you. Well, perhaps for me, I think the thing that you might recognize more than anything else is this bag. Now, this is a work of art based on the bag, but it's very famous, first of all, for the color. The color is not just yellow. It's our own color. It's Pantone 109, if you want to go out and find the color. And you can see it from so far away. 109? Pantone 109 is the actual name of the color. But in addition, very important, this is a luxury bag. And no matter what you buy when you come into Selfridges, even if you buy something really, really small, you'll get our luxury bag, because everyone is welcome into Selfridges, and everyone is a very important customer when they come to Selfridges. Thank you very much. Harry Selfridge كان شخصية تريليونير، ضيع ما وراه ودونه وفسفسن. يوم توفى ما عنده 4 بنات، بيز ما عنده. How did he lose all his money? Well, he was someone who was born in poverty. Mm-hmm. And he made, in his lifetime, he actually made 2 fortunes. But as he got older, well, he did enjoy spending his money, but unfortunately, he enjoyed spending his money a bit too much. And as he got older, well, he started borrowing lots and lots of money. Mm-hmm. And he lived to be a very old age, but by that stage, he had lost all the money. So he used to live not very far from here. He lived in a place called Putney. And it's kind of sad, because he used to come in on a bus and he would stand in front of the store and he would look at the store and he would tell people, I used to own that store once upon a time. هاري سيلفريدج انولد فقير، ما عنده بيزي حتى بعينه، وكافح وسوى ثروة واستوى من الأغنياء الأثرياء، وفجأة دهورت حالته لكن ما بإلى الزيرو، ورد وقف ثاني مرة على ريوله وسوى ثروة بعد ما شي كثرها، لغير ما حافظ على الثروة فسفس وطارت في جيلي رب رحم، ورد بيته وين مسقط راسه، وآزمي من بلاده وين بيصن ضي عياله لين الستور هذا، يجي باس من الباصات الحمر ويحط ويكتفه على العمود مال الإنارة، ويقول للسائر وياي المتجر هذا كان مالي سيلفريدج، أنا المالك. ما حد كان يصدقه فقير، وكلنا نبوي يتحرون خبيله، وهو صدقه فقير، لأنه إذا ما تحافظ على مالك بتغديها النمونة، فهذه عظة لمن يتعب. So I said earlier on that Harry Gordon Selfridge was born in poverty, and then he went on and he made a fortune in the United States. And when he came to London, he made a second fortune working in London with the store. But tragically, he began to spend
and spend more money than he had as he got older. And by the end, in his 80s, he actually had started to borrow lots of money. And it's kind of sad because he ended up living out in Putney, which is in West London, and he died bankrupt. But it's not necessarily a sad story, because here we stand today in one of the most famous stores in the world, and it still bears his name. Harry Gordon Selfridge, the person who came up with this dream, this ambition, and we still celebrate that today. And it's a wonderful, wonderful legacy. And our owners today, and everyone who works in this store, we still keep that tradition going. We still want Selfridges to be extraordinary. We still want it to amaze people, to amuse people, and to surprise people. And that is why we're here, and we celebrate that every single day, and making everyone feel welcome here. الحل أساس متجر سيلفريدج دوما يفرح الناس. يفرح الناس شو السبب؟ لأن سيلفريدج قضى حياته في الفرح والأناس، وما كان يبالي ولا يفتكر في البيزيات ولا سارت. مات حيا فقير ومات فقير، لكن عرث اسم وسمعة مستوي سيلفريدج من أشهر وأجود وأرقى متاجر العالم. سيلفريدج تحفة معمارية، ملتقى الأنظار، كل العالم اللي في الكون أول ما تي لندن يفكرون يجون. ما بلس أكسفورد مني والطريق، أول مكان يدخلون في أكسفورد هو متجر سيلفريدج، لأن فيه الأناسة. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. It's my honor to meet you. Thank you for coming and thank you for being with us. Inshallah. Thank you. Nadine, تخبرينا منو أنتي؟ Nadine. مديرة الـ VIP في Selfridges. ما شاء الله عليك يا Nadine. شو تقدري تسوي تقدمين لي من خدمات؟ خدمات مهمة جدا بالنسبة لنا. مثلا عندنا الـ VAT tax. مثلا نبعث الشوبين للهوتيلات، قهوة، شاهي. قصة الخدمات، انتوا اللي تسوي شوبينج تودون اغراضه الى الفندق؟ مزبوط. هذا شيء جميل. اكيد هاي خدمة جميلة. ما في ولا متجر يسوي هالموضوع. لا، المتاجر اللي غير ينزلون لك اياها لين تحت لين السيارة. فقط. لكن يوصلونه الى الفندق. مزبوط. هاي خدمة جميلة. مهما كان الشيء كثير ولا قليل، مهما كان مهم ان عندك بطاقه الـ VIP. ايوه، شكرا جزيلا. للحصول على بطاقه الـ VIP صعب في الموضوع؟ لا مش صعب. يعني لا، ما هو صعب. واحنا يعني موجودين وجاهزين لخدمات الزباين Selfridges. شكرا جزيلا. شكرا. في قسم توي الالعاب. So I've been joined by some friends here, some of my favorite friends. And when I was a little boy and I first came to London and I first went into a department store, my first memories were of toys. And you see all these amazing toys and they're so huge and you get so excited. And I still get excited when I come into the toys today. But this little fella here, he is perhaps one of the most famous little teddy bears in the world, as we call teddy bears. And his name is Paddington. Now, there's a lovely story about Paddington, because in the 1950s, there was a man called Mr. Bond. And Mr. Bond came into a store just at Christmas. And it was just at Christmas, and what can happen? It gets very busy, and toys start to sell out. And he saw just one little bear sitting on a shelf. And he was drawn to the little bear all on his own, because the poor little bear looked like he was abandoned and nobody to look after him. And you often see this with children. You find the children come in, and some children, they go for the biggest, the most beautiful toy, the most beautiful bear. But then there's the child who's very sensitive, and they go for the one that maybe the nose doesn't go the right way, or the eyes don't go, or something's not quite, they're not as pretty as the other bears. And that's what he did. And he took the bear home and he gave it to his son. And the bear went on to inspire the story of Paddington Bear. Most importantly of all, the store that the gentleman ran into was Selfridges. So
So Paddington is our bear. So we're very, very proud of Paddington because he's so famous today. عالم أبي كل يعرف قصة هالبادينغتون. كل حد يعرفه في القصص اكتبوا بس انت بالعربي قصته بتعرفونها. وي خليتيني وين رحت عني؟ اوكي سو we're now clearly in children's wear and children's wear is incredibly important. We could make this space about 5 times as big and still people would flock here. And it's because of this. I just love this. You probably recognize it as Burberry, but it's so cute. And I promise you, well, if you buy something like this for some new parents, they will love you for it. Because when their child wears this, when they're walking down the street and you see them wearing this, parents will be the most proud parents in the whole city. So that is my top tip for making new parents very, very happy. رامش يقولون لوادم كل ويا اليهودي ورقد ويا المسيحي لأن المسيحي ما يخون واليهودي أكل حلال فلذلك كلوا لي كبدي اللوادم حرام ولا ينكل وياهم كيف تأكل أكل أهل أكل اليهود أبوي أهل كتاب أهل كتاب يعني كيف ما بأكل وياه أنا أبوي ما حد يخصه فيي بناك برأي تأكل أكل يهود ولا ما تأكل؟ شيء تأكل أنت أنا أكل أبو محمد. الله يسلمك. يعني الله يحفظك يا أبو خليل. نحن الحين في البرسونال شوبينج قسم خدمة العملاء اللي مثلاً يبقى شيء منتج من أي دور من الأدوار ولا يعرف كيف يوصله يوصل إلى الموقع هذا. في البرسونال شوبينج الخدمات الخاصة للرجال في الدور الأول. وفي هذا المكان اللي أنا فيه حين في ويتش فلور في الدور الثاني هذا مكان خاص للنساء يعني بدال ما تين وتلفين الدنيا كلها تدورين على براند معين أو شيء معين تبينه ما لك إلا توصلين هالمكان من توصلي هالمكان أي خدمة تبينها يبوا لك يا لين مكان هذا الباب اللي كنا جايين حين منها برا هذاك بس منطقة البرسونال شوبينج هذا البرسونال شوبينج تي وتيلس يا البني آدم هني تي وتيلس ويجيك الموظف أو الموظفة اللي تخدمك بالشيء اللي أنت تباه. So I'm gonna invite you into the one of our personal shopping suites. بعد. This is sweet. This is a suite. It is a suite. قرفاب ويبزمها وعراها علمها وخبرها سويت اتي يا الزبون وتيلس ويقول لك ابوي العرب اللي يشوفون انت شو تبغي اي ماركه تبغي الموديلات الـ الانواع شو اللي تبغى يقول لك يا وانت جالس هذا القسم النسائي وفي نحن في وي ار ان سكند فلور هي في القسم الدور الاول قسم خاص بعد للرجال في اي بي بهالطريقه تي وتيلس ويقول لك اي شيء تبا عندهم شاشه تلفزيون يراونك الشيء اللي انت في مزاجك يعرضون لك كل ما يخطر في بالك وتطلب ويقول لك يا ولد ما تعرفون متجر سيلفرجز متجر مترامي الاطراف كبير فحد من العرب يحوط ساعة نص ساعة ساعتين ما تقصى 10% من مساحته فلذلك حد من العرب يبى هدف معين يبى شيء معين في زيارته فما يجلس يلوي اي ويجلس ياخذ اللي يباه وبغى يتمشى بغى يجلس في كوفي بغى يصير يشوف براندات غير على هو بغى يشوف العرب العرب تشوفه يصور ويا العرب العرب تصور ويا على هو يلا برايكم في الدور الأول نفس القسم اللي فوق في الدور الثاني اللي هو تبع خدمة النساء البرسونال شوبينج مال التسوق الخاص هذا نفس الشيء لكن قسم الرجال اللي تشوفون ما زين للدنجر يا أبوكم هلو هذا قسم خدمة الرجال اللي يبقى ياخذ شيء
ما عنثره يقايس وما عنثره يلف الأماكن الرجالية وايدة، يعني شيء متعب. فلذلك أي أبوي ويتفيزر أي أبوي الشاي والقهوة ويبول له الليبا ويجلس هل يجلس الفنانة ممكن ما نبيلس الحينة ويشغلون لشاشة العرض ويشغلون الليبا وابدأ ويازمون لكلنا خدامك يا البرمة الريال منا والحرمة كلني خدمة. ترى أبوي ترى خدمة بيزات وكل شيء بيزات، هاي خدمة يسوونها فري مش بيزات. تصير خاري بتحوط بتتعب بتدي بيزات، لكن ابتي قسم خدمة المتسوقين إذا أنك مالك بارض تلوي وتحوط وتحوص هالحواصة كلها تبوي تتفيزة وكل نبوي يروونك شاشة عرض طولها طول وعرضها عرض، شو اللي تبى يعرضون من كل البراندات كل الموديلات كل اللي حتى من لك سنة اللي من البخاخير هم الجدام يظهرون كله وتعال وتطمس اللي تبى. I'm right or wrong? Right. Thank you. خلصنا من القسم هذا الله يحفظكم. Oh. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. نحن الله يحفظكم ما زلنا في وين؟ في سلفريدج. ونحن لنا الحين موجودين في غرفة السكيت بارك. سكيت بارك هذا قسم جديد موجود. Who's he? Well, I want to introduce you to Liam. Liam is 11 and apparently one of the most How amazing is he? skaters. 11 years old. 11 years, mashallah, mashallah. So he is going to demonstrate for us just how good he is. Are you ready? Yep. Okay, go do it. Go on, Liam. No pressure, Liam. Be amazing. يعلمون هنا في سلفريدج يعلمون في سلفريدج في هالغرفة في تكون في مدرسان راسي دار أنا والله. الله عليك. Thank you Sam. فهذا شيء جميل، يعني معناته ان سلفريدج مش بس شوبينج، لا مركز للرياضة، مركز انك تطالع الناس الرياضيين وتعلمون العيال هني اتي وشيء مدربين، هذا هو المدرب مالهم مدرب لي هذا. شفتوا سكني هذا ما شاء الله عليه. شو هذا؟ ما شاء الله هذا هالمدواخ طرف الله هاي مقولك نفرجع الأرض، هذا هو اللي نفرجع الأرض. أمهم nice to meet you. هاي أمهم جاي يتعلمهم. Thank you. Thank you. مكان جميل، مكان مميز، حلو. إبراهيم عنترك عنترك سويتي ما شاء الله عليك، ما شيء قاصر انك يا ابو خليل. شيء جميل والله هذا موقعهم. سكيت
بارك. مين أول تلباحة جيت مطعم اسمه برسري أوف لايت، جيت من تحت من الدور الأرضي، لكن من الدور الأول في له مدخل اللي هو هذا المدخل. يد أول ما بندخل سيدي ما بندخل ويا حشرة العرب، بيودونا البرايفت روم. البرايفت روم أكثر هدوء، نقدر نرمس عن المكان اللي نحن فيه. اسم خاص VIP يقال عنه أو يسمى برايفت روم. البرايفت روم this is we have to book for it or that's right is it difficult to have a reservation? Well, it is the busiest time of the year, but we will always do whatever we can to make sure that every request is accommodated. Yes, it is so much in demand right now. It only opened about 4 weeks ago. Mm-hmm. 4 weeks ago. 4 weeks ago. Uh-huh. You look up right above into the ceiling. That is a sculpture by Damien Hirst, a very famous artist. And it's Pegasus, the winged horse. And isn't it magnificent? It absolutely sparkles. And at night it's all lit. اسم التحفة هذه Pegasus. مصمم منها فنان شو اسمه؟ Damien Hirst. كم خذ تصميمها؟ How long does it take to make all these things? It took a long, long time. And I tell you, even when they put it up there, they decided that it still needed some more silver dust on it. They wouldn't unveil it until it was absolutely perfect. It's crystal or what is it? Swarovski's crystals, I believe. Swarovski. How much is it? How much does it cost? Oh, that is priceless. No, please. Let me know, please. We don't talk about money. It is priceless. Is it? But it is a thing of beauty. You can't put a price on something like that. And at night, even from outside, when it's all lit up, you can see it shining down on the street from outside. They are serving how many times? Breakfast? Yes, they open very early in the morning at 7 o'clock for breakfast and keep going through the day till around 1 o'clock in the morning. Wallah, how many hours? It's long hours. 13 hours. Yeah, it's open longer than the store, so it means it has its own private entrance from outside. Yes, I saw them. Yeah. I make a video for that 2 days ago. Yeah. Yes. So it's great that you can come in here first thing in the morning. على فكرة مش لازم تدخل أنت من المدخل الرئيسي مال سيلفريج، في مدخل من الطرف هذا. تحيدوها وين أمس نحن كنا وين مال كراميل ما كراميل من المكان هذاك. صورت أنا المنظر وكان بهالطريقة، كان منظر جميل، ما في حاجب بينه وبين الشارع الخارجي، فمن الطرف الخارجي هذا شيء جديد توه مفتوح، فيبين منظر التحفة جميلة، إنارة عليها وايد غالية، الإنارة تكون مميزة وجميلة، فتبين من خاري تبين الإنارة في الليل من عقب المغرب. الحين على ما تشوفون صليج يا غير في الليل أصلق. What the kind of food they are serving here? And there's also one question before I forget it. If there is stars, how many stars could I give this place? Well, it's very much a British menu. Uh-huh. And if you were going to give it stars, you would have to give it 5 stars. It is absolutely amazing here. But you've got to come and try it for yourselves. Thank you. أبوي عدى الناس يقطهم يتريقون وقال أنت زاغن أني أصور، قلت أبوي ما بياس أصوركن، لكن ما تبني أصوركن عطني من اللي تصرطنه وبس خلني أكل من هذا. ها بانكيك مع هذا ستروبري وبلوبري وريدبري وشيري. يارك الله يارك الله يا أبو خليل، شيء طبيعي ما بنعطيك. عندك شخصية مهمة، أنا أبوك عندي الريال الفنان ما شاء الله عليك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ايش قال اكتشفت اني في هالموقع؟ انا بندمنا هذا ما تكبر. لو تعيده ما بعيده والله ما عدته والله. اكو فنان قولي لي نديم ان اول مره حد يخش يجي لسلفرجز ويصور معانا ويمشي معانا ويحكي على المكان. لكن شيء جميل ولا لا؟ اكيد اكيد.
أنا بعد مبسوط وعطاني دافع جميل إني أنا أستدعى من طرف سلفج لتغطية الأماكن اللي مفتوحة الحين والأماكن اللي ما حد يعرفها مثل خدمة الفي آي بي وخدمة التسوق الخاص وخدمة إن التسوق الخاص لقسمين. في هذا شيء جميل يعني. جميل. أنا بعد أثمن لجماعة سيلفريدج اختيارهم لي وإن شاء الله أكون كفؤ وقد الاختيار هذا. شكرا. بارك الله. أنا الحين في ماركة لونا. ماركة لونا هاي الماركة المحببة والمفضلة لملكة بريطانيا. It's very, very special. There are, of course, Prada, we have Hermes, we have Chanel, Fendi, Dior, so many brands. But this is one of my favorite, my personal favorite bags, because Launa is a very, very traditional English brand. And Her Majesty the Queen, Queen Elizabeth, well, this is her bag of choice. And it is said that she owns every bag in the collection. She has one of them, every one of them. And if you want a real British souvenir, I think this is the bag to have. It's absolutely beautiful. It is beautiful. And there is, it is said, a code with the bag. And that if you're talking to the Queen, and if she has the bag in one hand, and she puts the bag in the other hand, then she is ready to move. So we don't know if it's true. We like to say it might be true. And we also wonder what she carries inside of it. And it is said that inside in it, the Queen will have a little mirror and also some change. Why the change? Well, the change is when she goes to church on Sundays and she puts money in the plate. Yeah. But it is a very, very beautiful bag and very iconic as well. Thank you very much. Thank you. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو اسمك؟ فتحية. ما شاء الله عليك يا فتحية. فتحية انت من وين؟ انا من اليمن. من اليمن والله والنعم. نحن نعشق اليمن ونعشق تراب اليمن. انتوا اصل العرب بارك الله فيكم. المهم فتحية لك زمان في هالمكان؟ ايوه. مبسوطة؟ الحمد لله. شو تقولي لي عن هالماركة؟ احسن ماركة ببريطانيا. اشكر فنك. مشكورة. أشوفها أحجامها صغيرة وخفاف وكواليتيهم جميل وألوان غريبة وفي جميع الألوان لإرضاء كل الأذواق صح؟ هذا أحسن شيء، هذا وأخضر والثاني بعد يعني الزيتي تقصدين؟ أيوة. الزيتي شكله جميل ملكي مرة حلو. أيوة. مرحبا أبو هامل. الحمد لله على السلامة. الحين واصل أظني والله. الحمد لله على السلامة. إبراهيم تعرف أبو هامل؟ كيف ما تعرفه؟ آل حبيشي من صدق أصدقائنا من أبو ظبي العاصمة. كيف أنت لو أنت تتابعني بتعرف إن كان وياي ستيب باي ستيب من العام. الحمد لله على السلامة يا أبو هامل. الحمد لله على السلامة. بالمرة فاتك الباحة مثلنا دور وياه والله بالطيارة. أقول لك هذا منو فرويه من ناكي ما طاع بعد واجب ساعة يصور وحين صار من ناكي بطولة هل ظهر اسمه محمد بن إبراهيم المبارك. لا ما علي من كل هالعرب ظهرت. إيش حالك؟ الله يحفظك يا ربي ما كسرني عدالك. لا إله إلا سؤالك البارحة الحرمة اللويات المهندسة اي هاي طال عمرك منصورية هالبلاد ولا لا هذا السودان مهندسة هاي رابي ومستوية في الامارات ودراستها وثقافتها وعلمها هي وهاليتها من الامارات في الامارات. هذا اولا. ثانيا هذه مهندسة سودانية منصورية مناصير هل السودان من السودان. يوجد رقم كبير من هل السودان مناصير السودان. في السودان الخرطوم يوجد فيها قبيلة المنصوري
رقم كبير مثل قبائل في كل بلد تعتز بقبائلها. فسودان، اليمن، أي بلد في الكون لها قبائل، وفي قبائل مشابهة إلى قبائل الإمارات وقبائل السعودية وقبائل أي بلد في الكون. يعني ردود الأفعال وايد، كيف سودانية ومنصورية؟ هي نعم، البارحة أنا مستغرب من هالشيء. أي سودانية ومنصورية مش غلط، من السودان، من جمهورية السودان. السودان فيها بلد عربي، بلد عربي وقبائله قبائل عربية، في قبائل شبيهة بالحرف بالهمز واللمز وكل ما تعني الكلمة من معنى، من أصول، أصول الناس عرب خايفين من الله، ناس زينين وطيبين وكرام وأياويد. هل السودان ما بشيء غريب إن عندهم، عندهم مناصير، عندهم جميع القبائل، كل إنسان كل بلاد. والسودان ما بلد جديد البارح مستوي من أغنى بلدان العالم كان، وإن شاء الله بيكون على طول دب الحياة، بلد غني، سلة غذائية متكاملة تغذي الكون كله، لو لو يستغل ربع أراضيها غذت الكون بكبره. رجال كلولي جبدي هاي من السودان، كيف تقول عنها منصورية؟ هي نعم منصورية، النعم فيها والله. شو رايك؟ نعم النعم فيها وحشين ما شاء الله، وطيبة وخلوق يسد هي نعم، وطيبة وأيودية وخادمة أشياء وايدة في الدولة، ونفع بعلمها وثقافتها ودراستها والشيء اللي تسويه من هندسة نافع، بيوت وايدة، ناس وايدة مستفيدة منها من خبراتها. صايب سامتها ما شاء الله عليها وطاعتها. يارك الله يارك الله يارك الله يا أبو خليل. من أكبر أقسام العطورات في جميع الاستورات في الكون اللي موجود في سيلفريدج، من أكبر أقسام العطورات اللي موجودة في الكون اللي موجود في سيلفريدج، قسم العطورات مالهم. السلام عليكم. Hello. Welcome to the Selfridges Beauty Hall, and it is said that Selfridges Beauty Hall is the largest beauty hall in the world. It's very important to the history as well, because Harry Gordon Selfridge was the first person to put fragrances by the front door as you walked into the store. And I'm actually standing in front of one of our most important brands. So we're standing in the beauty hall, but Thameen, which is just beside us here, Thameen, which is one of our newest brands, but also one of our most successful brands. How long it was? It's really just over the last year, and it's been phenomenal how successful it's been. 2 years? One year, just over 1 year. So it's wonderful to see it doing so well. And I love the story behind it, because the way they came up with it was they wanted to find the very best, the very best when it came to the fragrances, and that's what they sold. And since it was launched, it has been so successful. And as you can see, this is the entire range. I'm going to get one of the ladies, Catherine, is going to tell us much, much more about the brand. Hello, nice to meet you. Merry Christmas. Merry Christmas. So I'm going to tell you about the Sovereign Collection, which is just over here. Mr. John, we will be busy now with these beautiful girls. Yes. And with Thameen. Thank you for the tour, what you've done for us. It has been my absolute pleasure to show you around. As you can tell, I truly do love this store. It's an amazing place. And especially today, being Christmas Eve, it's a very special day to be in the store. The only thing is, if you're planning to come here today, the store closes at 5:30, so remember that. Remember not to leave it too late. And when everyone leaves, all of the senior management will be down at the doors to say good night and happy Christmas to everybody. So I will say happy Christmas to all of you as well. Happy Christmas to you. Wonderful New Year. Thank you very much. Shukran jazeelan. Wayed inbasat feek. جزاك الله خير. بارك الله. ميري كريسمس. اللي ما يبي يصور يخبرني. اللي ما يبي يصور يخبرني. لا تقولوا ما قلت لكم. اللي منكم ما يبي يصور يقول. مرحبا محمد. والله مليون ولا يسد. حالك الله يحفظك. الحين شوف حلو يتحررنا نحن ما نصوره. أنا دير. هي معلوم. تحررنا عما بياسين صور. لا صوره. شنا شادين عنا نحن. جرين لايت مرة مصرحين. نزوي السنة شو اختلف شو زاد فيك هذا انت هذا حمدون وهذه خلاجينه
الله يحفظك. اللي ممكن ما بتقول اسمها بمسح الفيديو. اول بعد شو اسمك؟ هنودة. وانتي؟ والله ما شاء الله ما زين الاسامي. اساميكن اسامي شيوخية. على الله يحفظك. لا عليك الرحمن الرحيم. ما خلنا لريحتك. اوكي بناتي سم الماي. هاي الحين بتشتري ولا بس اللي رمس تضيع وقتها؟ Look, if he's, he will not buy, just let me know. لا في عطورات مميزة جديدة عندهم. شيء منهن توه طايح الحين. What is the newest? The one what I... هذا توه طايح. اليوم ما تنزلوه. في لندن تاور تم الإعلان عن 3 عطورات في حفل ضخم ماتشد استوى شارات حفل في بريطانيا. وأول مرة يقام حفل وتدشين عطورات في قصر الرئاسة عندهم. كان منزلين العطورات هذه. الثلاثة. Hi. Hello. How are you? I'm very well. How are you? Let me know what you told me about the new perfume. Okie dokie. So this is our Sovereign collection. I hold it very close to my heart. So it was just recently this launched. This was in the London Tower. Yes. So launched in the Tower of London very, very recently. The official launch, which was so exciting. So they're all completely different, all very unique. So first of all, we've got Diadem, which is stunning. Very soft, very supple. But with notes of lavender, rose, amber, patchouli, and saffron. So really stunning, very luxurious. My personal favorite, which I'm actually wearing today, is the Imperial Crown. Stunning. So it's very unique. It's got coffee with leather, matte, and Somali frankincense. Absolutely gorgeous and so long lasting. Third one. And then Scepter, which I've also got at home. This one's got peach, which is such an interesting note to have in a fragrance, with wisteria, African ylang ylang as well. So it's absolutely stunning and really warm, quite fruity as well. Yesterday I was talking about the 2 perfume we could mix. Could you let me which one are they? Yeah, absolutely. So first of all, we got Peacock's Rose, which is quite sweet, musky, with Typh Rose. So really, really luxurious. With one of my personal favorites over here, we've got the Moon of Baroda. So if you mix these together, they've both got the really nice slight musk, and then this has got the vanilla and the amber, and when they're mixed, absolutely stunning, really niche. Okay, now could I mix them in my body? Of course you can. Thank you. You will do it for me. Absolutely. Thank you. So first we're gonna do the Peacock Throne. So that's got lots of floral notes which balance each other really well, with patchouli, jasmine, gorgeous. And then, as I said, my personal favourite, Moon of Baroda, which is amber with sandalwood and timberwood. Thank you very much. Thank you. I will have صدق والله ريحته مميزة. You will give it to me. Absolutely. These two, what you will make them? One and one? Two and two. Two and two. Thank you. على فكرة ترى ثمين بالأول الستاند مالهم في المدخل هناك في المدخل هذا وآزمة تستوي زحمة زيادة على اللزوم. حاليا نغلوا من المدخل إلى الطرف هذا وانت ساير لين المدخل هذا مكانهم ثمين الحالي. هذا موقعهم ثمين. هاي الزوي يدها أحمد بن درويش الكتبي. والله والنعم يد أحمد بن درويش ويد هذا شوفوا يدها أحمد بن درويش من أبوظبي ويدته من 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 الخان. شوفوا صلة القرابة كيف بين أبوظبي والخان. ومتى عاد صلة القرابة هاي؟ قبل 35 أو 37 سنة. تخيل. ليش ما تبي التصوير؟ ما أبغى تصوير. ليش عادة؟ بس. أنت ترى أنا صورتك عادة. خلاص. هاي الصورة بس. الله يحفظك. سلام الخليفة. أي صف أنت؟ صف الثامن. وليش زعلان؟ أنا. وين ابتسامة الفنانة؟ الله يحفظك. أي صف؟ ثامن. أي ثامن يعني في أي مدرسة؟ الاتحاد. أنت متأكد ما بزعلان؟ أنا إيه. يقول. I'm still waiting for my perfume. My colleague will get your fragrances. When?
Just now. Where is he? This is for you. I saw you yesterday. You speak Arabic. Why are you talking English now? Oh, sorry. أنا أسفة. هذا حقك. أوكي خليه. كل حقك مشكور. كيف حالك؟ الحمد لله أنا زينة وأنت؟ أنا تحرت بس القسم هذا. I thought you are only there. لا أنا بكل مكان. إحنا ثمين بكل مكان. بعد. شكرا جزيلا. شو شيء جديد عندكم؟ أنت البارحة قلتي لي شيء جديد. في شيء جديد وأحلى شيء is patiala. Right here, patiala. هذا متى نازل؟ هذا نزل اليوم الصبح. Today, this morning it came up. Patiala. Yes, patiala. It has patchouli, Indonesian patchouli, rose. Okay, it has amber and Indonesian patchouli, rose, and it absolutely smells amazing. My favorite, sir. My favorite. What do you think? يا سلام يا سلام يا سلام رقم واحد ولايتي also I need from this one five pieces yes before I have four no enough they will not give me special price if they will give me special price okay but you never make discount no just for you we're gonna make discount sir of course you're very important to us thank you very much thank you نورة نعم مين المدير مالكم مديركم منو مديري هذا من هناك جو هذا؟ إيه هذا. أي واحد هذا؟ عريب؟ إيه هذا. جو أتمه؟ إيه اسمه جو. جو مستر جو. مستر جو. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. You are the manager here? I am. Yes, yes. I've been assigned. The big manager? The big manager. And who's that guy? Which guy? That one. He's the big boss. The big boss. How many boss you have? He's my manager. What you are not the manager? How many managers? I'm one manager. And then we have the big manager over there. He's the director. He's the director of the company. What's his name? His name is David. Mr. David. Yo, David. Barb Allah, David. Aslay bad. David. Salam alaikum. How you doing? Hello. Mashallah, you're a very young guy. I don't know. I can see wrinkles. No, there isn't. But they said you are a very big manager. A very big. Not as big as Joe. And not as big as you, sir. Yes, sir. Nice to meet you. And you, sir. You have very good brand here. I like this perfume. When I know them about 1 year ago, yes. Until now, I'm using it, look like, daily. If it's not daily, at least 3 times a week. Fantastic. And do you like to wear it in the day or evening time? All the time. All the time. You could Fantastic. Use it for the morning, evening. No time for Thameen, because it's Thameen, like you. That's very nice of you, Thank sir. You very much. Very nice, thank you. تعال تعال. جسمي كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف أنت؟ شو اللي يميزك أنت عن حسين الجسمي يغني؟ مطرب فنان. مطربنا في الإمارات. مطرب سلس وطني رقم واحد ولايتي. نعم. زين. نعم. أنت الجسمي من دبي. شو اللي يميزك عن هذاك؟ توزيع الأراضي. ليش؟ أوزع الأراضي للمواطنين ويستاهلون ربع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله ويحفظ حكومتنا. آمين. اللي ما بمقصر لا في الكبير ولا الصغير. مراضي البعيد والجريب. الله يحفظها من دار ويخليكم كموظفين يعني تقومون بتنفيذ الأوامر اللي تصدر من الزعامة ومن الرئاسة. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. شكرا شكرا يا حبيبي. الله يحفظك. والله يا ابو كلو انا لابس هاللون ليشهروب بتشهير والله يا ابو كلو انا لابس هاللون ليشهروب بتشهير سمحت شوي ممكن لو سمحت شوي الحبيب راعي الزهري لو سمحت الحبيب لو سمحت يا كابتن شوي لو سمحت عطاعي صد هو صد ياي لو سمحت بعد شو تسوي شي انت تحراني صورتك وخلى ابوي ما صورتك ما زين لهاللون يا بوك فوشي
الحين تربيع منو جايب لي سلام منو؟ جايب لك سلام يا ابن مبارك بن صلهوم. نعم بكفيز. انت تدري السلام على ابو محمد. انت سلام من وايد سلام وصل. نعم تدري وصل. تدري ان هذا الرجال قبل ما يولد انا لاقط 50 درهم في بيت حياه يده وخبرته العام عنها قدام الباب. وش لك انت؟ ما خلى حد ما فضحني عنده. لا. قال لا والله ما بسامحينك فيهن ال 50 درهم ما اخذنهن قبل 40 سنة وردهن 40,000. لا هذا نصاب عليك. هذا يبقى 40,000؟ هي نعم 50 درهم ترى 50. قال من 40 سنة حين يسوين 40,000 كاثرة يمكن بروحها. هي حساب الصلاة. الله يحفظك. يا ابني المنظر قلت بصور لكم اياه. يا ابني المنظر منظر منظر جميل. شوفوا شوفوا الخلوق شوفوا الخلوق. هتساي هدياي شوف الله عليك العالم. ها يا ربي منو لي ما يبي يتصور منكم؟ انتم ما تبغوا تصورون؟ لا لا هذا اوكي زين. اللي ما يبي يتصور يقول لي هذا قال ما يبي يتصور على انت من دبي؟ ها؟ من الشارجة. انت من الشارجة وانت؟ من الشارجة. وليش كنت ما تبغى تصور يعني؟ شو قايل لهم؟ قال لهم سائل العمرة يعني مثلا؟ انت جايز تصور الحين؟ ساعة كاملة؟ حسسني كأني جايز يتخطى لي بيسوي شيء. ما منزلين هالصورة بعد. وين؟ هذه. أشوف. ودياس درمس. لا والله الا فنانه. اشوف ما زيني. لا مجنون انت. الله يحفظك. اتجاهنا الله يحفظكم حاليا بنتجه الى ماي فير. بنتعشى في فير انا والحبيب ابراهيم والخلي. وين في ماي فير الله اعلم. لكن اتوقع ان مطعم من هالمطاعم مكودات كثر التراب. انت عشى بالعلم الله خير وبرد نتمشى بنسير جدا ما يندر الله أعلم. فبيكون هو غدا وهو عشاء إذا الله جعلنا من الحيين. نحن ناكل ويبة وحدة رئيسية. الريوق هذا لا بد ولا عذر منه وبس. وبعدين ويبة ثانية اللي هو غدا هو غدانا وهو عشانا. صح أبو خليل؟ يا رك الله يا رك الله يا رك الله يا ابراهيم. يا رك الله يا ابو محمد يا ابو عادل. ولا واحد منهم طايع يخليني اصوره. والاخير يعني تبون تصورون له لا؟ اللي ما يبي يصور اللي ما يبي يصور يقول. هذا ما تبه؟ يستحي. والله؟ أنت اللي ما تبه أصلاً سويت عليك زوم. أتب كل أدب. والله ما يبه. أنت مشارجة؟ ها؟ مشارجة؟ لا 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 بيت بيت. إيه والله والنعم فيكم. الله يحفظكم حبيبي. شفت أخوك؟ وخالدي ويا مالي هذا بعد. يا سمارت. مسكين ليش متعور أنت؟ أول. حبيبي تلعب. الحمد لله. كيف حالك زين؟ وحدي شو تبالله عليك؟ تمشي وتشوف أهل العرب. تمشي وتشوف الناس. شيء خير عن شيء؟ لا والله شعور جميل. نعم شعور جميل. وكل صغير هي والله ها. والله حلو ما بغاوي. والله إبراهيم شيء جميل يعني. هي والله أخو بطل وبيتنا عند عرب هني. عرب عيونهم سود يتشحلون الضحى ببرة يتشحلون الضحى ببرة. نعم في فندق اللنتر جينا أنا وخليل وتقهوينا عندهم وانبسطنا وكسرنا اليوز وسلمنا عليهم وبنسير. هاي العادة دم ولحم ورحم صدقان وصدقان لبوليين اللي مالي ما حد يروم يتذكر من كم من سنة عادة من أيام ما كنا صغار من أيام دين الزايد. وهاي والدتهم ودنياهم وعلمهم خبرهم ما بصور ثلاث سنين منك. هي والله ها سويتات حلو سويتات لنتر زين وقاوي فنان. لكن أهم شيء فيهن المنظر هذا هذا المنظر اللي منه وفندق الجهاز تحيدونه هذا يواجع على فندق الجهاز وهناك قصر الملكة يعني والدنيا مطلجة. يلا برايك رهيب. ها صدقاني
صدقاني دم ولحم وأهلي وياهم من سنين من يوم الدنيا الدنيا. هي نعم. يلا أبو خليل يلا يلا الجي جي جي سيدة. آه سوري بعد سوري. Where's the jam? Uh huh. The green. ما تتصورون أناستي وفرحتي بشوف الشخصية اللي هي الحين بتعرفكم عن عمرها بتخبركم هي. الله يحييك. تفضل يا طال عمرك. معكم نوف بنت عبد الرحمن فرحان على سعود رئيسة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أسبوعين أطلقوا علي الإعلاميين أم المعاقين. إن شاء الله أكون قد الاسم هذا وتحمل يا رب. اللهم لك الحمد والشكر. يا جل طال عمرك. يا رب يسعدك وشرفني إني أقابلك. لا خليت من طال عمرك. الله يسعدك. الله يحفظك يا رب. بالعكس أنا زرت بضيفي وكنت ضيافة أم الشيوخ الله يحفظها الله يحفظها بالمبارك. كانت في فعالية الأمومة والطفولة. نعم. تكريم. وزرت كم مركز هناك من أحلى المراكز اللي أعجبت فيها لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والحمد لله يا رب يسعدك يا رب ويحفظك ويا جبت ان شاء الله على ما تقومي فيه من فعل الخير وإدارة الى هالمراكز اللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى اني وفقت ان شاء الله. امين يا رب يسعدك يا رب. الله يحفظك طال عمرك. شرفت بشوفك شرفت بشوفك على الله يحفظك. مشكوره طال عمرك على هالكلام الطيب. لندن اللي شفتك فيها. الله يخليك. لا خلينا من طال عمرك. الله يخليك. ليش دعت الله يحفظ الرحمن طال عمرك. حتى الربوي للغدة من الصبح ظاهرين وحينينا ييت ولني هالقرطاس العودة لقطة تم حطوطة هناك عن وجه الباب شليت حطيت تحيلة هني ولأن فيها ورد وما أدري شو أشياء حين بنظها لبنطال الشو هذا هو وياي من هالمكان هالأند هذا هو فندق هو دكان هو محل هناك هذا بس مكتوب عليه طالع شوف مرت عليكم الأخبار. كتبوا القرطاس العود هاي اللي كم أكبرها لو بجلس فيها أنا بكبري ضمتني فيها هذا هذا فوريفر بوست بوس لندن قنفتشت عاد فوريفر يمكن فوريفر روز لندن فور ايفر لوز لوز فور ايفر روز لندن هذا فور ايفر روز لندن يعني الروز هذا من عندهم زين هذا روز وشي بعد وحده صغيرونه بنت بيكون زين هاي شو خدخل بعد هاي ورده صغيرونه هذه خد هذه او بنت هاي هاي فور ايفر روز روز بعد هاي زي عودة وهاي صغيرونة من شيء داخل هذا لكم صبروا علي هاي اللي قلنا لكم صغيرونة بنت تثرها هاي ديكور وداخلها بوي هذا حلاوة هذا نوع بسم الله يا ربي صبروا عادوا علي وهذا نوع ثاني إلا منو ياسي طالعني زي ما طاحت بعد الساعة عن إبراهيم تحق رطاسة ثانية نسيت شو هي شو ظنكم بعدها نفس الشيء Forever Rose لندن هذا يا ربوي ها مكتوبه مبرو هبشرات هايج فور فور ايفر اود لندن هي فور ايفر اود لندن زايد زايد يا ربي ما تقلها شو ظنكم كلن
شكرا جزيلا لراعي الهدية أو راعية الهدية. هذا أبوي مضرب عطر اسمه Forever عود زايد. اسم المضرب Forever عود زايد، للأبد عود زايد من لندن. ريحته يرد شرى الدهن العود وعرق الحنة وخنين ريحته وايد فنانة، والحلاوة اللي هي نبع من عندهم. عاد هذا حدث ولا حرج. وباقة الورد هاي أبوكم روحت سوالها ساوية، شكلها جميل يعني شكل هندسي فنان كلاس وراغي. شكرا للي يابو طرشوه إن كانوا ذكور أو إناث. والله لا بحاطين كرت ولا بحاطين شيء. هل هو هذا؟ لا هذا من الفندق. لا هذا مال الفندق باسم الرجال أو اسم الحرمة. ما شبك لا شيء كرت لا شيء اسم لا شيء علم لا شيء خبر. ما شيء يتبعها أبدا. لا أظني يمكن هذا محل، أكيد إنه محل، اسم المحل هذا بس. أظني هل بالمحل مطرشين هذا الشيء. المهم شكرا جزيلا للي طرشوا. الحلاوة مالهم في منتهى الروعة، وكان هم بعد مصممين الورد، بعد أكيد وردهم فنان لأن ريحته خنينة. وما بن هذا اللي بلي ريحه، ريحته في ريحة الروز لكن ما بالقوية هيج زينة، لكن العطر غير نمونة ولايتي. أما عاد الحلاوة كان يصبح فيها شيء باجي القويطي اللي كان يصبح فيه، كان شيء يتمم لين باكر خير وبركة. وال أبوي الوال لقطنا أبوي هذا في نص القراطيس السود، ها نه معقوق داخل وين بيبين ما عرفت في نص القراطيس. ها حد منكم يشوف شيء؟ والله ولا يبين داخل قرطاس هذا القطة. ما ندري هذا منو، ماشي مني ولا من هناك. قلت لكم أظني اسم محل هذا ما باسم بنادم، ما بمكتوب اسم عدمي، ما باسم إنسان. هذا اسم المحل كان مثل نمونة. كم عاد فتشت أنا اسم المحل ما لم تقرب أقرأ هذا كله اسكنت. والله لا عرفت كلمة من المكتوب. المهم Welcome to London and Happy New Year. Here اللي منكم أبوي قراه يترجم لي ويرد يطرشه. Enjoy our ما فيه. يلا تصبحون على خير.